اهلا وسهلا. اهلا يا حسبي. اهلا وسهلا عصام توفيق من المباحث العامه. اهلا وسهلا. اتفضل. شكرا. تحت امرك يا عصام. لا هو سؤال بسيط كده. هو عزمي مكرم التهامي بيشتغل عند سعادتك مش كده؟ عزمي ده مدير اعمالي. ومدير اعمالك بيراقب عبوده ليه؟ عبوده مين؟ عبوده طاهر ابو النجا الواد سواق التاكسي اللي كان موجود ساعه الحادثه بتاعت مرتضى زكي الوزير. اكيد في سوء تفاهم يا عصام بيه. وعلى العموم لو عايزه هو موجود. لا انا عاوز سعادتك انت. انا لو عاوز عزمي كنت هجيبه بطريقتي الخاصه. يعني جاي لنا؟ ومش هاخد من وقتك كتير يا عباس بيه. بس تجاوبني على السؤال اللي انا سالته. سؤال ايه يا عصام بيه؟ بتراقبوا عبوده ليه؟ برضه ما عنديش جواب للسؤال ده يا عصام بيه. وانا يبدو ان انا ازعجت سعادتك اكتر من اللازم. بس انا مضطر بعد اذنك استدعيك استدعاء رسمي وبمحضر رسمي علشان تقول اقوالك في القضيه دي. واعتقد يا عباس بيه الكلام ده لو وصل للجرايد وبقى مانشيتات هيتعب سعادتك كتير قوي، خصوصا ان سعادتك بتحاول ترجع شغلك تاني. ده على حد علمي. انا اسف ان ازعجت سعادتك. على اذنك. يا عصام بيه لو سمحت. تحت امرك. طالما عندك معلومات ان انا بحاول ارجع شغلي زي الاول يبقى اكيد عارف ان مذكور ابو العز هو سبب سقوطي في السوق. قصدك ايه يا عباس بيه؟ اتصل بيا مرتضى زكي الوزير وطلب مني 2 مليون دولار علشان عنده ورق ماسكه على مذكور ابو العز يوديه في 60 داهية. وانا ساعتها ما كانش معايا شياكة. بعد كده حصلت الحادثة وعرفت بعد كده ان السواق عبودة ده ممكن يكون لقى الورق، فعشان كده بتابعه وبراقبه. طبعا يا عصام بيه الكلام ده مش هقوله في تحيات. انا المهم عندي ان انا اوقع مذكور ابو العز زي ما وقعني في السوق. اظن انا كده في امان معاك. عباس بيه حضرتك متاكد من موضوع الورق ده؟ زي ما متاكد انك واقف قدامي دلوقتي. شكرا يا عباس بيه. بوعدك لو موضوع الورق ده حقيقي مذكور ابو العز هياخد جزاؤه. بس نلاقي الورق. خدت من وقتك كتير عباس بيه. شرفت يا عصام بيه. شكرا. انت قلت له على موضوع الورق يا باشا؟ ايوه قلت له. طب ليه كده يا باشا؟ احنا مش اللي يهمنا ان مذكور ابو العز يروح في 60 دقايق؟ ايوه طبعا. خلاص بينا بقى من غيرنا، المهم تحقيق الهدف. وبعدين في نفس الوقت يا عزمي نوفر القرشين اللي احنا ممكن ندفعهم في تمن الورق. بقى هو ده صلاح محمد الغرباوي اول دفعته من ابتدائي للجامعه؟ هو ده صلاح اللي كان بيجيلي كل نشاط وحيويه ويقول لي يا عم رمضان نفسي اخلص تعليمي واتخرج عشان اعمل حاجه لامي وامل؟ بقى هو ده صلاح اللي ابوه كان حافظ تاريخ مصر كله، اللي كان بيجمع كل كتاب بيتكلم عن بلدنا؟ ده انت دخلت اداب قسم تاريخ عشان تكمل المشوار اللي ابتداه ابوك. ابوك اللي ما كلش ولا قصر معاك في اي حاجه، رغم ان كل ما يمتلكه محل صغير للتحف القديمة. وامك اللي كانت بتوفر من قوتها عشان فلوس تعليمك. امك اللي فضلت تعيط بعد ما سبت البيت لغاية لما راح بصرها. ما قامتش عليك دي خالص؟ ايه ولا امل؟ امل اللي قاعدة مستنياك لغاية دلوقت. رفضت كل العرسان اللي قولها. ايوه مهماش كلام الناس. كل ده هان عليك يا صلاح. لسه يا صلاح يا ابني في ناس مستنياك. مش قادر يا عم رمضان. وايه اللي خلاك بس مش قادر؟ من اللي شفته. انا اللي شفته مفيش حد شافه. انا تعبت قوي في الغربة يا عم رمضان. أنا اتأذيت
ومن مين؟ من أعز أصحابي، ده هم اللي بلغوا عني عشان أترحل. وانت إيه اللي صفرك برا أصلا؟ زهقت! زهقت وتعبت! ما كلنا بنزهق وبنرجع نفوق تاني، وزي ما في الدنيا في ناس وحشة في ناس كويسة. قول الحمد لله واطلب من ربنا ان يزرع جواك الامل. قول الحمد لله انك بصحتك وتقدر تعمل كل حاجة. بس الصبر، الصبر يا ابني، وحستناك عشان تاكل من ايدي زي زمان يا صلاح. مش عايز تسلم عليا يا صلاح؟ سافر الخليج. خليج ايه يا ست سيده؟ ما هو الراجل اللي كان مشغله هنا سعاده الباشا قاده معايا شغله هناك. راجل مين بقى؟ الخليج يا سعاده البيه. ومين الراجل الخليجي ده؟ يعني معاكوا عنوانه وتليفوناته؟ لا سعاده الباشا احنا ما معناش لا عنوان ولا تليفون، بس عبود ده ابني بقى اول ما وصل اتصل وطمنا كمان. وسافر من امتى يا ست سيده؟ من حوالي 3 ايام كده تقريبا الفجر. وما قالش هو مسافر فين في الخليج؟ لا سعاده الباشا اول مره يسافر بره البلد. ايه؟ اول مره يسافر بره البلد. وقبل ما يسافر بقى ما شفتيش معاه ملفات اوراق؟ اوراق عبوده يعني هيعمل بيها ايه؟ دي كماليات بالنسبه له سعاده الباشا، ده من وهو صغير قد كده كان بليد جدا في الاملاء. طيب انا ماشي يا سيده. رحت البيومي التكساجي اقول له انا ماشي يا سيده. ورقتين قلت له انا همشي. مع السلامه يا سعاده الباشا. ولو اتصل بيكوا او عرفتوا اي اخبار عنه ابقوا كلموني فورا. حاضر يا بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان خال عبوده يا حضره الضابط. خير يا حضره الضابط. اهلا يا استاذ رمضان. ما تعرفش عبوده راح فين؟ عبوده في الخليج من زمن واستقر هناك. استقر؟ يلا منير. شفت عبوده من ساعه ما راح الخليج بقى مهم ازاي؟ حضره الضابط بنفسه بيجي له لحد البيت. طبعا مش استقر. اتفضلي يا ست زوجة، ادي 1200 جنيه حق التحف والانتيكات. قليل قوي يا معلم دمران، ده المرحوم شاريهم باكتر من كده، وبعدين دول هيروحوا في تنكيس البيت، واللي هيفضل هوضب اوضه صلاح ابني لما يجي. ماشي يا ست زوجة، نخليهم 1400. مبسوطه؟ اللي تشوفه يا معلم. انا اخش اجيب باقي الحاجة. صباح الخير يا ست زوك. صباح النور. مين؟ مباحث يا ست زوك. مباحث عايزه ايه؟ كنا جايين نسالك على عبوده. ماله يا حضره الضابط، ده واد طيب وحنين قوي، ده عمره ما اذى حد. انت تعرفيه كويس يا ست زوكه؟ لا مؤاخذه يا جماعه، ست زوكه انا لميت باقي الحاجه. السلام عليكم. مع السلامه يا معلم. هو انت بتبيعي الانتيكات ليه يا ست زوكه؟ الحوجه سعاده الباشا، اصلهم بيلموا عشان ينكسوا البيت بدل ما يقعوا على دماغنا. ست زوكا، انت اخر مره شفتي عبوده فيها كانت امتى؟ مش فاكره سعاده البيه، هو كان بيعدي عليا يوم فيه يوم مفيش، اصله طيب وحنين قوي عليا. تعرف سعاده البيه الواد ده اخر مره جاب لي معاه بسبوسه. ما شفتيش معاه اخر مره جالك فيها اوراق ملفات حاجات كده يعني؟ هو انا بشوف يا بيه. وما قالكيش انه مسافر؟ هو سافر يا بيه. انا بسالك. لا يا بيه، أصل ما بيسافر ولا حاجة لازم يقولي، ما بيخبيش عليا حاجة أبدا. بس برضه ممكن يكون سافر، أصل الواد عبودة ده ما تعرفلوش. هو أنت عايشة لوحدك هنا يا ست زوكا؟ أيوة يا باشا، من ساعة ابني صلاح مسافر وأنا لوحدي. بس خلاص صلاح هيجي، أصل أمل خطيبته طمنتني عليه. هو أنت تبي أم صلاح؟ أيوة يا بيه. طيب السلام عليكم. مع السلامة. يا سعادة البيه. فندم. بقول لحضرتك مش هتقولي الواد عبودة سافر فين؟
الخليج. 2ADP plus ATP and AMP. أنا خلصت المعادلة يا معتز. 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 أيوة يا نسا شيرين. لا أنت مش معايا خالص. لا أبدا معاكي. قولي أنت وصلت لحد فين؟ مش هقول لك حاجة غير لما تقولي الأول إيه اللي شاغل بالك. أصل أنا رحت النهاردة عشان أزور العامل اللي اسمه إدريس. فاكراه؟ آه طبعا. مش ده اللي وديناه المستشفى بتاعت بابا؟ بالظبط. رحت لقيتهم منعين عنه الزيارة معرفش ليه، مع إن الدكتور كان بيطمننا على حالته. بس كده؟ ولا تزعل نفسك، بسيطة جدا. أنا هتصل لك بمدير المستشفى وهطمنك بنفسي. ألو، إزيك يا دكتور عمرو؟ أنا الحمد لله كويسة. بعد إذنك كنت عايزة أطمن على حالة العامل اللي اسمه إدريس. أنا عايزة أزور اللي اسمه إدريس. هو أنتوا مانعين عنه زيارة ليه؟ هو كويس؟ طب إحنا ممكن نيجي نزوره؟ متشكرة قوي يا دكتور عمرو. متشكرة، مع السلامة. ها قال إيه؟ بيقول إنه كويس جدا، والعمال بيعملوا له زيارات كتيرة قوي، ومش بس العمال، ده كمان جيرانه، وهم كمان في المستشفى بيعملوا له شوية تحاليل كده قبل ما يخرج. ولو عايز يا سيدي تروح تزوره بكرة روح. طمنت؟ شوية. طب إحنا مش هنذاكر بقى ولا إيه؟ لا طبعا أنا جاهز. يلا نبدأ. ماشي. يا سيد، يو يا سيد. قست زوك يا ابني، وجعت صوتي. خد يا حبيبي عدلي دول. ها دول 1000 جنيه. ايوه خويا، تاخدهم وتروح لست صاحبه البيت وتقول لها دي حصه زوكا في التنكيس. ماشي، سهله اختها، مش مستاهله ست زوكا. عينيا ليك. ربنا يخليك يا ابني يا رب. ما الحكومة كانت عايزاك ليه يا ست زوكا وجاتلك؟ ده كانوا بيسألوا على عبودة يا بيومي. عبودة؟ اه. ليه عمل ايه؟ سرق؟ لا يا اخوي، عبودة مش حرام، ده عشان سافر الخليج. سافر الخليج حتة واحدة؟ ولو زهزيت معاك يا عبودة؟ الخليج؟ والله يا فندم ده الكلام اللي بيتقال عند الولد ده في المنطقة. لا لا، ده بيلعب لعبة كبيرة أنا مش فاهمها. شكله كده بينيم الموضوع لحد ما يظهر مرة تانية ويساومنا على الميموري كارد. صبري، أنا عايز أقابل الواد ده بنفسي. ها؟ حاضر يا باشا. عملت إيه في موضوع الصحفي يا؟ والله إحنا عملنا معاه محاولة وفشلت. النهاردة هنعمل محاولة تانية. خليك في منتهى الحذر يا صبري. ما تقلقش سعادتك يا باشا. بس هو الحقيقة في موضوع أهم من موضوع الصحفي. دكتور عمرو اتصل بحضرتك عشان يبلغك ان العامل اللي تعب في المصنع واتنقل المستشفى بنت سعادتك مهتمه بيه وبتسال عليه. بنت شيرين؟ بالظبط يا باشا. طيب انا هتصرف، اتفضل انت. اي اوامر تاني يا باشا؟ تحت امر سعادتك. ابعتيلي الأستاذ فاروق طلبة. أيوة يا فندم، حضرتك بعتلي. أيوة يا فاروق، أقعد. خير يا فندم، في مكافأة ولا حاجة؟ أنت عارف رد فعل المقالة اللي أنت كتبتها إيه؟ إيه يا فندم؟ 2.5 مليون جنيه في السنة. مش فاهم يا فندم، إزاي يعني؟ معقولة أرقام المبيعات ارتفعت كده عشان المقالة بتاعتي؟ شركة مدكورة أبو العز اتصلوا بيا وعايزين يعملوا إعلانات في الجورنال باتنين ونص مليون جنيه في السنة. وطبعا المفروض أن أنا أسيب الجورنال، مش كده؟ طبعا، ده اللي هم طلبوه. وحضرتك قلت لهم إيه؟ بتسألني يا فاروق؟ طبعا رفضت. متشكر يا فندم، أنا كنت واثق أن حضرتك مش هتبيع القضية. بس خلي بالك من نفسك، لأنهم أكيد مش هيسكتوا، وما تاخدهاش بهزار. أنا قلت لك يا فندم قبل كده
الأمر واحد ورب واحد. بس وصيتي ليك يا فندم، لو حصل لي حاجة تنزل صورتي في الصفحة الأولى وتحتها اسمي شهيدي الواجب فاروق طلبة محمد الطبكي. أصل أبويا كان نفسه منى عينه يشوف صورتي في الصفحة الأولى. أول ما الدكتور طمني عليك وقالي كمان إن خالي كان هنا حسيتش بنفسي غير وأنا بشتري لك الحاجات دي. ها يا صلاح، إيه رأيك في ذوقي؟ متشكر قوي يا أمل. إيه؟ أنت قلت إيه؟ قلت متشكر قوي؟ أنا مش مصدقها بعيني. لا صدقي يا نسمة، صلاح النهارده هيتحسن كتير. ده أنا كمان بفكر أكتب له على إجازة أسبوع حتى يغير جو المستشفى ويطمن والدته. إيه رأيك يا صلاح؟ وحشني قوي قوي قوي. يا ماما انت عايزه اكلمه. سعاد عايزه اكلمك بسرعه، بنتك تلاقي المكالمه بالشيء الفلاني. سكت. ايوه يا عبوده وحشتني قوي، ما تنساش اللابتوب يا عبوده، خد شاي ماء معاك اهي. الو ايوه عبوده، ما تنساش تجيب لي الهدوم اللي انا قلت لك عليها وتجيب لي. يا بنتي ما عندكيش دم، ده وقته. يوه الزرزاري يا بنت الزرزاري. عبوده عايزك تجيب لي معاك بقى ايه، عبايه خليجي كده بس يكون قماشها حلو. اوعى الراجل يضحك عليك يا ولا. امل كويسه يا دناي في الشغل؟ حاضر هسلم لك عليها. بالحق يا عبوده الضابط عصام بيه جه هنا وسال عليك، قلت له ان انت في الخليج، ما كانش مصدق. وايه بس اللي خلاك تقولي له ان انا في الخليج يا سيده؟ حاضر يا ستي حاضر. ايه طلب عنواني وتليفوني؟ لا 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 لا، ما اقدرش اديله عنوان يا سيده. ايوه لان انا اصلا ماليش عنوان ثابت، لان عمال اتنقل من هنا لهنا لهنا ومتعذب وفي جهنم يا سيده. حاضر 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 بقى، انا هتصل بيه. ماشي. بقول لك يا سيده، ما حدش سال عليا كده ولا كده؟ لا يعني واحد اسمه مثلا عزمي او واحد ما يتسمى اسمه رفيق؟ لا يا سيده، اصل هم يعني كانوا طالبين مني ان انا اسفرهم. حاضر اصفرهم يا سيده يا ام الخير. ما سالوش؟ طب الحمد لله رب العالمين. سيده ابقي سلميني بقى على هدى عشان عماله اكلمها وهي تليفونها غير متاح، وبيطمنيني على سيده. لو سمحت بقى سيده دلوقتي علشان معايا تليفون مهم قوي، صاحب الشغل يعني بيتصل بيا بقى ومفرحتني بقى. سلام يا سيده سلام. الو ايوه جاسمين. لا يا حبيبي، ده انا كنت بس بتصل بسيده امي. حالا جاهز على طول، بس قولي بس الرحله دي انا هنروح فين فيها؟ اسمها ايه؟ سفاري؟ هنسافر فين يعني؟ ماشي يا حبيبي. لا اصبري عليا بقى، علشان الرحله دي يعني مش اي لبس وكده هون، يعني ده عايز لها لبس مخصوص. ماشي يا حبيبي، يلا باي. هي دي. لحظة جاسميني، بقالي كتير قوي ما شفتوش. حبيب قلبي كل سنه وانت طيب. يلا يا جاسميني. قلتلي بقى احنا هنطلع فين؟ الصحراء. الله، انا كان من زمان قوي وانا نفسي اروح الصحراء. صحراء سعيده يا عبوده بيه. خليك في حالك يا زهني، قلتلك قبل كده 100 مره. بقولك احنا طالعين انا وجاسميني صديقتي يعني رحله كده في الصحراء، سفريات يعني. اصل احنا خلاص اتفقنا ان احنا نبقى اصحابه بس. وان شاء الله يعني انا اتجوز هدى بنت خالي حبيبتي، وابقى عازم بقى جاسمين كده في الفرح، وهي ان شاء الله بقى يجي لها بقى عريس بقى ابن الحلال اللي زي كده هون بقى، وتتجوز وبعدين تعزمني واروح بقى ونقطها وكده. ربنا يتم بخير يا ابو دبي. برضو خليك في حالك يا زهني. حاضر يا فندم، بس
أنا كنت عايز الأنسة جاسمين علشان خاطر حساب الأوتيل يعني. يا أخي خلي عندك نظر، مش أنا بقولك إن إحنا خلاص بقينا أصحاب، يعني حساب الأنسة جاسميني عندي. خلاص ران، اللي تشوفه يا عبودة بيه. بقولك يا زهني، لو أي حد سأل عليا قول له أنا مش موجود، أنا مش فاضي أقابل أي حد. حاضر يا عبودة بيه. يلا يا جاسميني. اللي أنت يا عبودة جاي معك بندقية ليه؟ دي بندقية الصيد المفضلة بتاعتي. الأمر ما يسلمش برضو يعني يطلع علينا كلب دبس حلاوي، نبقى عاملين حسابنا برضو. أنا هحاول مرة تانية فضل. يا ريت يا معتز، احنا أملنا فيك كبير، بس خلي بالك المصنع أكيد هيبقى مترش عيون بتبلغ. ولا يهمك، قولي أنت هتروح على طول؟ هروح فين يعني؟ ما هروح. طب تعالى معايا وصلك. اسمع بس. تعالى بس، أنت في طريق. اسمع يا عم بس، هما كلهم خطوتين وبيني وبينك أنا عايز أتمشاهم. خلاص براحتك يا سيدي. سلام. سلام يا حبيبي، بطمني عليك. ان شاء الله. يلا في امان الله. سلام يا زيزو. انت في الرطوبة؟ يا باشا. ايه يا عم في ايه؟ عملهولي ده يا جاسمين. الله، حلوه قوي اللحمه دي يا جاسمين. لحمه بلدي دي مش كده؟ بلدي يا عبوده. هلا قولي لي يا جاسمين، هي دي بقى الرحله السفاري؟ هي دي يا عبوده. انت عارفه يا جاسمين، انا كان نفسي تبقى امي واخواتي وهدى حبيبتي وخالي رمضان يبقوا معايا في الرحلة دي، بس ملحوقة. لما هنزل مصر ان شاء الله هبقى اعمل لهم رحلة سفاري. قولي بقى يا عبودة، بما ان احنا كده بقينا صحاب، عايز اسألك يعني انت جبت الفلوس دي كلها منين؟ وايه اللي جابك شرم الشيخ اصلا؟ يا جاسميني، دي رحلة طويلة وحكاية كبيرة قوي. حكاية طويلة قوي قوي قوي، ولا حكاية شهرزاد. طب عشان خاطري حكاية لي. حاضر يا ستي. البداية كانت الإحساس بالوحدة والحرمان والندم. أنا شقيت كتير قوي يا جاسميني، شقيت وتعبت. ما يغركيش يعني إن أنا بضحك وبهزر، هي دي الحقيقة. أنا تعبت قوي لغاية لما وصلت اللي أنا فيه ده. اتولدت في أسرة بسيطة أبسط مما تتخيلي. فتحت عيني لقيت أمي تتعب وبتكد على مكنة خياطة، وعلى كتافها أخواتي كانوا لسه حتت لحم حمرا صغيرة. ولما كبرت قلت لا، انا لازم بقى اخدها مثل وعبره ليا. تعبت، شقيت، حفرت الصخر، كسرت الحديد علشان اكون نفسي بنفسي. والحمد لله كونت ثروه كبيره قوي، كبيره قوي فوق ما تتخيلي. الكل بيحسدني عليها. انا شفت كتير قوي يا جاسمين، واللي ما شفتوش اكتر. بس الحمد لله قلت بقى لازم اريح امي واخواتي. وبعد ما اطمنت عليهم قلت بقى يا دي عبودة، لازم بقى تسافر لك يومين كده علشان تغير جو. فجيت هنا شرم الشيخ. علشان كده الفلوس اللي
الحلوة دي ملهاش أي قيمة عندي قصاد الشقة والحرمان اللي أنا اتحرمته والمرار اللي أنا اتمرمرته والشقن. صباح الخير يا جاسمين. جاسميني انت رحت فين يا خنفوسة؟ جاسميني جاسميني قلبتك يا حبل جاسميني اللي فاكرها بتحبني وفين اللحمه اللي انا كنت هلبس فيها فين اللحمه جاسميني يا خرب بيتك يا عبوده شوف يا عصام انا اطلعت معالي الوزير على التقرير اللي انت قدمتهولي وسيادته امر باستكمال التحيات ومعاك الوقت الكافي وكل الاجهزه وكل الاقسام المعنيه تحت امرك. بس يا فندم عارف يا عصام الصحافه واللي بتنشره كل يوم عن القضيه وازاي لحد دلوقتي ما تمش القبض على حد. عموما احنا جبنا امر من النائب العام بوقف النشر حين الانتهاء من التحقيقات في القضية دي. شكرا يا فندم. انا طبعا عارف عصام ان القضية دي كبيرة ومعقدة ومتشابكة وفيها اسامي ناس كبار قوي في البلد لكن مفيش حد فوق القانون. علشان كده بقى يا عصام انا عايزك تركز كويس قوي عشان لما نوجه اتهام لحد يكون معانا الدليل. أوعد سعادتك يا فندم إن شاء الله هبذل كل مجهودي عشان نوصل لحل لغز القضية دي. الحقوني الحقوني اطبقوا مية اطبقوا مية أبو سيدك معدنية الحقوني اسموني بيه. إيه في إيه؟ اتسرقت وما بقاش عندك ولد لا امال حق الاوتيل حساب الاوتيل هتدفعه منين؟ احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا زهري؟ خليك في حالك وبس منك لله يا جاسمين. والله ما انا عازمك فرح انا وهدى منك لله يا جاسمين. والموبايل الموبايل ابو كمرتين سرقت الموبايل ابو كمرتين ده عليه كل النمر نازل مهمة يا زوجي منك لله يا جسميني اشوفك يوم يا جسميني. عبوده الفاتوره انت ما كانش ليك سفاري من اصله عبوده كده يا جاسمين منك لله انت وزهني. انا اديت له حقنه عشان ضربه الشمس وعشان تهديه هو دلوقتي احسن ان شاء الله ساعه ساعتين يفوق ويرجع لحالته الطبيعيه. شكرا يا دكتور. عن اذنك تفضل. مع السلامه. مع السلامه. انا بقى اعتذر تاخد بالك قاعد على قلبك ودي قاعد لحد ما تفوق يا زفت ساعة ما حطيت رجلك هنا في الاوتيل وانت فارد قلوعك علينا قوي وما انت شايف حد تهزقه غيري انا وقدام اللي يسوى واللي ما يسواش من الموظفين بتوعي.
الطلعه والنزله. خليك في حالك يا زهني، انا مش طايقك يا زهني. ها اتسرقت، اتسرقت يا جلخ والله يا احسن، تستاهل. احترم نفسك يا زهني وخليك في حالك. مشروبك المفضل يا استاذه هدى. متشكره قوي يا عم جود. كنت قاصد حضرتك في خدمه يا استاذه هدى. خير يا عم جود؟ بنتي فاطمه واخده دبلوم تجاره بقالها سنه ومش عارفه اشغلها في اي حته. لو تكلمينا الاستاذ فكري يشغلها في الشركه في اي وظيفه، دي متعلمه كمبيوتر. حاضر يا عم جود هكلمه وان شاء الله يشغلها لك. اي خدمه تاني؟ ربنا يسترها معاكي يا بنتي ويديكي من واسع. الو، ايوه يا استاذ فاروق، مال صوتك ايه؟ طب انت بتتكلم منين دلوقتي؟ مستشفى؟ لا طبعا جاي. مش عايز اي حاجه اجيبها لك معايا؟ لا طبعا حاضر، هقول له. مع السلامه. معلش بقى يا فندم، ماليش نصيب ان صورتي تتحط في الصفحه الاولى. ولسه فيك حيلة هزر يا فاروق. سلام عليك. ألف سلام عليك يا أستاذ فاروق. الله يسلمك يا أستاذة هدى، الله يسلمك. وتعب نفسك ليه بس؟ وجايب ورد كمان. والله لو كنت جبت فاكهة كان أفيد. الأستاذة هدى أستاذ لطفي. الأستاذ لطفي رئيس التحرير بتاعنا. أهلا وسهلا. هو إيه اللي حصل يا أستاذ فاروق؟ ومين اللي عمل فيك كده؟ اللي عمل فيا كده؟ اللي عمل فيا كده معروف طبعا، اللي كتبت فيه المقالة. أنا كنت منتظر الموضوع ده من زمان. بس شكل المرة دي كده زودتها شويتين معاهم. مذكور ابو العز؟ مذكور بيه ابو العز؟ ابوس ايديكي الحيطان له ده. معقوله في ناس بالبشاعه دي؟ وايه وجه الاندهاش في كده؟ كاننا اتفاجئنا يعني. على اساس ان هم ايه؟ ملائكه؟ ناس كل يوم بتسمم وبتقتل. منتظرين منهم ايه؟ طب هسيبك انا يا فاروق دلوقتي وهرجع لك. متشكرين يا استاذ لطفي، ربنا يا رب يخليك لينا، بس يا ريت ما تتعبش نفسك تاني عشان النهارده هاخد من المستشفى. خلاص يبقى تروح على البيت على طول، فاهم؟ سلام. وانا اعمل لك اجازه. فرصه سعيده يا نسا. ولا ادوم تقيل يا اولاد الذين. هي الاصابه خطيره يا استاذ فاروق؟ كسروا لي دراعي واصابع ايدي، فاكرين ان هم بكده مش هعرف اكتب. هو انت ناوي تكتب تاني يا فاروق؟ اهلا يا معتز. بس انت ايه اللي جابك؟ الانسه هدى هي اللي بلغتني. معقوله كده يا استاذه هدى؟ انا مش قايل لك ما تخلوش يجي لي، اكيد هم مراقبين المستشفى دلوقتي. والله انا قلت له كده بس هو اللي اصر يجي. عيب يا اخي، احنا ما بقيناش اخوات ولا ايه؟ لكن قول لي ايه اللي حصل. هو ده كل اللي حصل والله العظيم. انت مش مصدقني يا زهني؟ بتقول ايه؟ قصدي مش مصدقني يا زهني بيه؟ لا، هذا الكلام يعتبر بالنسبه لي تحصيل حاصل، كلام لا قيمة له. اللي عندي بقى ان الفاتورة بتاعتك انت والانسة اسمها ايه؟ الجسميني. مهمش تتسمى زي ما تتسمى، الفاتورة بتاعتك انت والست اللي اسمها ياسمين دي بعد اللي حضرتك دفعته بتقول ان عليك انك تدفع 54,900 جنيه. ماشي، يعني هم دولت يعني يطلعوا كم دولار يعني؟ يطلع حالي 9,900 دولار تقريبا. قول 10,000. يا شيخ يا شيخ، حضرتك هتبقشش عليا يا بقف. انا بس عايز حق الاوتيل، 9,900 دولار فقط لا غير. يا الدفع حبس. يعني حضرتك دلوقتي يا زهني بيه عايزني اعمل ايه؟ والله العظيم ده حتى جاسميني دي انسرقت الموبايل ابو كمرتين بتاعي، لو كان معايا انا كنت اديته لحضرتك رهن عقبال ما اروح اجيب لك الدولارات بتاعتك. هي كلمه واحده انا هقولها لا تقبل القسم على اتنين. انا هغيب عنك ساعتين اتنين بس وراجع لك. لو ما كانتش الفلوس جاهزه وده اللي انا بتمناه هيكون لي معاك تصرف تاني يا مقشف. وحضرتك بتعاملني كده ليه يا زهني بيه؟
خليك في حالك يا زهني. دي محبة. مالكش نار يا زهني. ده من العشم. أنا مش طايق أشوفك قدامي يا زهني. ده هزار والله. ده أنا حتى يا زهني بيه أنا ما حبيتش حد في اللوكان ده كلها غير محبتك أنت يعني. اخرس. هما ساعتين اتنين ورجالك. يا الدفع. يا الحبس. بالظبط كده. هتصرف في الفلوس دي ازاي؟ هتصب امي؟ لا هتصب امي ازاي وهي هتتصرف في الفلوس دي كلها ازاي حبودة؟ ولو اتصرفت هقول لها ايه بقى ان شاء الله؟ هقول لها الراجل الخليجي فلس ياما وحاجزينه في اللوكان ده عشان معهوش الفلوس. يا رب انا غلطان وحاسس بالندم. يا رب كنت مبذر. رب لو تبعت لي كده هون شنطه صغيره حتى لو هاند باك فيها 10 15 رزمه كده هون من الدولارات وانا وعدك يا رب ان انا مش هبقى مبذر ولا هعمل الحاجات دي تاني. وحتى لو جاسمين دي جت انا هديها بالجزمة. انا مالي النهارده في ايه؟ طلع واقف سليم يا رب. قلبي واكلني على عبوده قوي. ايه يا ماما اللي وقع ده؟ مرض الشاي سعاد. يعني ايه؟ هقول انا ايه لعبد الرحمن دلوقتي وهو عايز يشرب الشاي؟ مش كفايه انه مفرغ نفسه عشان يذاكر لي؟ صاحب مزاج قوي. خلاص هعمل له واحد تاني. يا ام لسانين يا ساتر يا رب. قال يعني عايز يشرب شاي. خلاص عبد الرحمن هيكيف من الشاي. بتندهي لي يا تنساده؟ لا يا حبيبي ما استغناش. انا كنت بسال سعاد سكرك قد ايه؟ مظبوطه. وامك عامله ايه؟ يعني صلاح ممكن يخرج معانا دلوقتي يا دكتور؟ هو لسه المفروض ما كملش علاجه بس انا هعمل له اجازه اسبوع ونشوف نتيجتها ايه وبعدها هنقرر ان كان هيكمل علاجه هنا ولا بره. انا حاسس انه لما يخرج للدنيا هيبقى احسن بكتير ومتاكد ان ده احسن علاج ليه باذن الله. مش ده صلاح ابن الست زوكه؟ هو يا معلم. مش بيقولوا كان مسافر ومش جاي محمل زي اللي بيرجعوا من الخليج ليه؟ يا اخوانا مش واجب نقوم نسلم عليه برضه؟ واجب برضه ولازم نعمله. قوم يا رجاله. يلا بينا. يلا عم دلع على السلامه يا زينة شباب الحته. شكرا يا معلم. دلع السلامة يا استاذ صلاح. الله يخليك يا سامي. الحمد لله على السلامة يا صلاح بيه. كتر خيرك يا اسماعيل. الحتة رجعت نورت والله يا استاذ صلاح. شكرين. امال سيادتك كنت مسافر فين ان شاء الله؟ خلاص بقى يا بيومي. يلا يا صلاح عشان تفرح امك. يلا يا ام. دلع السلامة. عارف الاستاذ صلاح جاي منين؟ جاي منين؟ من المستشفى النفساوي. شم ريحته فيه. يا رب يا رب انا في حلم ولا في علم يا رب. صلاح 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 انت بتحلبيش يا امه يا صلاح. الحمد لله يا رب ما خيبتش رجايا وخليته يرجع لي. الحمد لله على السلامه يا رب. الحمد لله على السلامه. تعال حبيبي تعال تعال اقعد يا دنيا. اقعد انت وحشني قوي يا استاذ وحشني قوي. ما تزعليش مني يا ابني. ازعل منك؟ ده انت رديت الروح فيا يا ابني. ازعل من روحي؟ ده انا حاسه ان عينيا فتحت لما جيت. ده انا مستنياك يا صلاح مستنياك من يوم ما مشيت يا ابني.
المرة الثانية مش هتمشي وتسيبني أبدا، مش كده؟ مش هسيبك يا ابني. مش هتسيبني يا صلاح، مش هتسيبني يا ابني، مش هتسيبني يا نور عيني، مش هتسيبني يا صلاح، مش هتسيبني.